باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج ساعة على الهواء. كل سنة وانتوا طيبين. خلاص يعني بكرة نبتدي شهر كيحك وبنفرح بالتسابيح الجميلة. ويمكن النهاردة قرينا أول إنجيل في أحد كيحك بالرغم من النهاردة 30 هطور، لكن عشان نتمم أربع أحد كيحك نقرأ فيهم أناجيل البشائر المفرحة. أناجيل أحد كيحك الأربعة بنقراهم قبل عيد الميلاد، كلهم من إصحاح الأولاني من إنجيل معلمنا لوقا. نتكلم كده في أربع أحداث كلهم بشائر مفرحة. أول بشارة مفرحة لما الملاك ظهر لزكريا الكاهن وقال له إن طلبتك قد سمعت أمام الله. الحد التاني من كيحك بنسمع إنجيل بشارة الملاك للست العذراء مريم لما بتقول له هوذا أنا أمة الرب. الحد التالت بنشوف الزيارة الجميلة للست العذراء مريم لما تعبت وسافرت، لما قامت في الحال كده ولساعتها قامت وسافرت لغاية الجبال تزور أليصابات وهي مسنة كبيرة في السن لكنها حامل. ونسمع البشارة الجميلة بتاعة أليصابات لما بتقولها كيف لي أن تأتي أم ربي إلي، ودي مشهود لأليصابات إنها أول من تقول في الكتاب المقدس أم الله، وتشوف اللي جاي كده بنبوءة عظيمة. الحد الرابع بنقرأ في كيهك بشارة ميلاد يوحنا المعمدان، ولما زكريا الكاهن نطق واتكلم وقال كده ايه على ميلاد يوحنا وسميه يوحنا ونبوءته الجميلة على يوحنا المعمدان. بشائر مفرحة في شهر كيهك. أكبر بشارة مفرحة لينا ميلاد رئيس السلام. عشان كده صوم الميلاد صوم فرح، يعني صوم بنلاقيه كده مليان بالنغمة الفرايحي والتسبيح الجميلة والسهرات اللي تملانا بهجة، ونصوم ونصلي قداسات كلها كده فيها انتظار لمجيء رب المجد يسوع رئيس السلام. وطبعا كلمة رئيس السلام ديت يعني مذكورة في أشعيا النبي من العهد القديم، يكون كده ايه تكون الرئاسة نعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفيه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا رئيس السلام. فصوم الميلاد بينتهي بميلاد مخلصنا الصالح ربنا وإلهنا يسوع المسيح رئيس السلام. ليه بنسمي ربنا يسوع رئيس السلام؟ وإيه موضوع السلام؟ وليه كنيستنا نقعد تصلي كتير؟ لو أخدتوا بالكم لو قعدتوا تعدوا كده أبونا في القداس يقول كم مرة إيري نيباسي السلام لجميعكم، كتير قوي في الأواشي وفي رفع بخور باكر وفي رفع بخور عشية وفي القداس مرة واثنين وثلاثة وعشرة ولغاية آخر القداس كده، حتى بعد ما أبونا يقول القدسات للقديسين نلاقي في لازمة صغيرة تقول السلام لجميعكم، بركة وسلام لجميعكم. فكنيستنا مليانة بكلمة السلام لجميعكم. وكمان ختام الصلوات دايما يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، اغفر لنا خطايانا، ونقولها باللحن السنوي ونقولها باللحن الحزيني والفرايح وبقرن تتهرين الكبيرة. يعني الكنيسة دايما تفكرنا بكلمة السلام، وفي التسبحة وفي التمجيد يعني كلمة سلام دي مكررة في صلواتنا وعبادتنا الخاصة كثيرة جدا جدا جدا. فعشان كده احنا يعني بنتغنى بإلهنا ملك السلام ورئيس السلام. ليه يا ترى احنا بنقول على إلهنا الصالح يسوع المسيح الإله المتجسد رئيس السلام؟ الحقيقة احنا بنسمي ربنا يسوع رئيس السلام لأنه وحده هو القادر أن يعطي السلام، وهو الوحيد القادر أن يحققه، لأنه هو الإله ضابط الكل والرب والابن الوحيد. وزي ما احنا بنقول كده هو يعني وحده القادر أن يعطي السلام وأن يحققه. ليه؟ يعني أنا مثلا لما أدعي لحد أقول له يا رب تكون في سلام، لكن هل أنا قادر أن أنا أديك سلام؟ هل قادر أن أنا أحقق لك السلام؟
إلا بنعمة ربنا، إنما عطية السلام هي عطية إلهية. وهو المسيح برضو يكرر ويقول كلام هذا الكلام في يوحنا: سلامي أنا أعطيكم، سلامي أترك لكم. صحيح هنتكلم بعد الفاصل فليس كما يعطي العالم أعطيكم، إن سلام الله مختلف، لكن هو اللي قال كده: سلامي أنا أعطيكم، سلامي أترك لكم. وبالتالي إحنا كبشر نتمنى لبعض السلام، ونقدر نحيا في سلام مع الآخرين، إنما بقوة الله. لكن أنا هل أنا قادر إن أنا أخد كده حاجة من جوايا أديها لك أقول لك يلا عشان تبقى في سلام؟ ده العزاء اللي أنا أديه لك عشان تبقى في سلام. فإحنا كبشر غير قادرين أن نعطي السلام إلا بقوة ربنا، لكن ربنا وحده القادر أن يعطي هذا السلام. فلما نقول قرر لنا سلامك، يعني معناها ثبت لنا سلامك، ادينا السلام. فربنا وحده قادر ان هو يدي كل واحد فينا السلام في عز الضيق، في عز الحزن، في عز التعب، يعرف يحل الامور، يعرف يدوب المشاكل، يعرف في وسط النار يدي سلام، يعرف في وسط الجب يدي سلام، يعرف في وسط الجوع يدي سلام، في وسط الاحتياج يدي سلام. لكن مين غير من غيره قادر على كده؟ عشان كده هو رئيس السلام. وبالتالي لما احنا بنقول يا ملك السلام اعطينا سلامك، السلام الحقيقي والسلام الذي يدوم هو عطية إلهية، نحن كبشر غير قادرين ان احنا نوفرها او نعطيها لبعض الا بقوة ربنا وبنعمته. يعني لما انا اقول لكم مثلا السلام لجميعكم، ده مش سلامي انا اللي هديه لكم، انما ده سلام مين؟ ده سلام المسيح رب المجد. لكن احنا كبشر غير قادرين على ذلك. وبالتالي لما بنقول كده الانجيل في العهد القديم على الهنا يعطى ابنا رئاسة على كتفيه، يعطى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا رئيس السلام، ابا ابديا رئيس السلام. وبالتالي المسيح وحده هو رب السلام، هو ملك السلام، هو رئيس السلام، لانه هو الوحيد القادر ان يعطيه يوفره مهما كانت الظروف، مهما كانت الضيقات. قادر كده انه يدخل جوه النفس ويديها سلام، قادر انه يخش جوه العقل ويدي سلام. عشان كده احنا ندعي لبعض نقول يا ربنا اديك سلام، يا رب ريح باله، يا رب ريح قلبه، يا رب. وتبقى عطية إلهية ان الانسان يكون متألم مثلا بس في سلام، يكون في احتياج بس يكون في سلام، يكون في وسط المشكلة بس عنده سلام. عشان كده برضو الكتاب يقول كونوا مستعدين لكل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. ايه هو سبب الرجاء؟ المسيح، المسيح اللي ساكن فينا، او اللي احنا يعني قد لبسنا المسيح والروح القدس الساكن فينا. وبالتالي المسيح وحده إلهنا القادر أن يعطي السلام، إحنا كبشر ما نقدرش. وعلى فكرة الكلام ده حتى بالمنطق، يعني لو بصينا على العالم اللي حوالينا عمالين يعملوا معاهدة سلام واتفاق سلام، هو مش عارف مين يتصالح مع مين وإيه، وبعدين في لحظة في لحظة يكون السلام ده مبني على المصالح، يكون السلام ده مبني على اتفاقيات هشة، يكون مبني على أوهام، يكون مبني على طموحات، يكون مبني على خداع. إنما سلام حقيقي جوه النفس، أو سلام حقيقي في العقل، أو سلام حقيقي في وسط الضيق، ده مين غيره قادر أن يديه غير رئيس السلام إلهنا يسوع المسيح ملك السلام. عشان كده إحنا بنسميه رئيس السلام. ده الكلام دوت نبوة أشعيا النبي على الإبن الوحيد الإله المتجسد رب المجد يسوع المسيح. لأن طبعا كلنا عارفين إن إحنا بنؤمن بإلهنا يسوع المسيح الأقنوم الثاني الإله المتجسد، ناسوت كامل ولاهوت كامل متحدين معا. وبالتالي هو الوحيد القادر أنه يوفر السلام ويحققه. بس هنا هنسأل سؤال مهم أكيد بيدور في أذهاننا دلوقتي، هو إزاي أنت يا أبونا بتقول لنا يعني رئيس السلام والقادر أن يدي السلام ويحقق السلام؟
وإحنا نحيا في عالم عالمه هو، لأن إلهنا هو خالق الكل. والعالم بتاع ربنا ده مليان مشاكل، مليان بالضيقات، مليان بالحروب، ومليان بالنزاعات وحاجات صعبة. إحنا بنشوف يعني أمور صعبة، يعني عارفين حتى الغابة ما فيهاش في هذه الأمور، وإزاي الإنسان يقوم على أخوه الإنسان. فأنت إزاي بتقول لنا إلهنا رئيس السلام، وإلهنا يعني الثالوث القدوس الآب ضابط الكل، والابن الوحيد ملك السلام، والروح القدس المعزي، والعالم بتاعنا اللي احنا عايشين فيه اللي هو خلقته مليانة مشاكل، مليانة حروب، مليانة نزاعات وأمراض. بلا شك يا أحبائي حاجة محزنة أن يكون هذا هو عالم الإله الواحد، هذا هو العالم اللي ربنا خلقه وأراد أن يكون في سلام كامل معه، وفي سلام كامل بينه وبين بعض كل واحد وإخواته. لكن اللي احنا شايفينه غير كده، اللي احنا شايفينه إرادة بشرية يعني تعوق الإرادة الإلهية، وإرادة بشرية ضد العمل الإلهي، وكمان في شر الشيطان حوالينا بإرادة أخرى بتهيج الناس. والشيطان زي ما الروح القدس ساكن فينا كمؤمنين، أيضا الشيطان يتحكم وكأنه ساكن في نفوس الأشرار ضد بعض وضد المؤمنين وضد العالم كله. عشان كده حوالينا حروب ونزاعات على مستوى، مش هقول لكم على مستوى البلاد، ده على مستوى البيوت وعلى مستوى النفوس. ونلاقي الإنسان ليس في سلام مع نفسه، ولا في سلام مع أخوه، ولا في سلام مع إلهه. لكن هذا لا يتنافى أبدا مع أن إلهنا هو رئيس السلام، لأن الحقيقة الإرادة الإلهية دائما مبنية أن الإنسان يختار الله بإرادته الحرة. تاني، الإرادة الإلهية مبنية على أن الإنسان يريد إرادته الحرة، وده اللي احنا بنسميه القرار البشري أو الإرادة البشرية اللي بولس يتكلم عنها، واللي المسيح نفسه لما وقف على أورشليم وهو داخل ليتمم الخلاص، السلام الحقيقي اللي هنشوف هو أتمه إزاي، ولكن يبكي على أورشليم ويقول كده إيه، كم مرة أردت ولم تريدوا، أنا نفسي أجمعكم ونفسي أن أنتوا تعيشوا في سلام، بس أنتوا لنتم في سلام مع نفسكم ولا في سلام مع من حولكم. ده قصة التاريخ وده قصة البشر عموما، إزاي أن الله يريد ولكن الإنسان لا يريد. طب ما يا ربي يعني تجبرهم على السلام، قال لك دي مش مدرستي، أنا خلقت الإنسان حر على صورته وعلى مثاله. وطب يا رب إحنا ذنبنا إيه نعيش في هذا الظلم وفي هذا الضيق وفي هذا الشر؟ قال لك لا، هو قال كده إيه، في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وبالتالي السلام الإلهي رئيس السلام بيعطي لأحبائه الذين يتبعون بكل قلوبهم، يعطي مؤمنيه. عشان كده يقول سلام الله الذي يفوق كل عقل. احنا إنجيلنا عهد قديم وعهد جديد مليان بوعود السلام، مليان بوعود السلام. يمكن زي ما العالم حوالينا مليان بالشر، كذلك كتابنا المقدس وإلهنا القدوس ياما وعدنا بالسلام بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة. يعني مثلا بولس يقول إذ لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. يعني السلام ده مش بس على محيط دايرتي أنا كإنسان عايش في وسط هذا الشر، إنما لي كمان سلام مع الله بغفرانه بدمه المسفوك على الصليب. وبالتالي كون ان احنا نحيا في عالم مليء بالحروب ومليء بالنزاعات، وزي ما قلنا كده ده مش على نطاق الدول ولا نطاق الجيوش، ده على نطاق البيت الواحد.
يعني أنا ببقى عايز أعيش في سلام ولاقي المشاكل جيالي من إخواتي ولا من شريك حياتي ولا من جيراني ولا من حتى أهلي في بعض الأحيان، أبويا أمي يكونوا قاسين علي أو أنا قاسي على أبويا وأمي. فالإنسان يريد أن يحيا في سلام لكن يلاقي اللي حواليه مش صناع سلام، صناع مشاكل. ولكن لنا سلام مع الله، يعني الإنسان المتمسك الواثق يحصل حتما على سلام الله الذي يفوق العقل. فوجود الشر حوالينا لا ينفي أبدا أن إلهنا هو رئيس السلام. وخلي بالك أن الشيطان دايما عايز يثبت الفكرة دي في دماغنا، عايز يثبت أن طول ما أنت كده في دوامات الشر وطول ما أنت الدنيا حواليك عمالة تجيبك يمين وشمال، طول ما في نزاعات حوالينا يقول لك فين إلهك، يقول لك فين رئيس السلام. ولما تيجي كده تترتل في الكنيسة تقول يا ملك السلام بقورن تتيهريني موينان تكهريني سمنينان تكهريني كان النوفي نانيفول، يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا. يجي فكرة في دماغك يقول لك فين السلام ده، ده انت لسه متخانق الصبح ولسه تتخانق بكرة وعندك مشاكل في شغلك، عندك مشاكل على محيط عيلتك، عندك اللي ظلمك. تقول له لأ لأ، إلهي ملك السلام أنا واثق أنه هو وحده قادر أن يديني السلام. فالسلام الإلهي هو عطية تحل في نفوسنا وفي عقولنا في قلوبنا، نبقى نكتاز. يقولك جزنا في الماء والراحة وأخرجتنا إيه، آسف، جزنا في الماء والنار أخرجتنا إلى الراحة. داود كان يرنم مزامير ويشتكي، يشتكي لربنا في أول المزمور، يجي على آخر المزمور لقيه بيشكره. أول المزمور يقول كده يعني إلى متى تنساني ولكني أعود وأقف. تلاقي يونان في وسط بطن الحوت وعمال يشتكي ويقول أنا استاهل وأنا كنت، لكن برضو لكني أعود وأقف. فإذا إلهنا وعدنا بالسلام، والوعد الإلهي بالسلام هو عطية إلهية. خلي السلام بتاعه يعمل فينا في داخلنا بالرغم من كل ما يدور حولنا. ثقوا أنا قد غلبت العالم، ثقوا أنا هو رئيس السلام، سلامي أنا أعطيكم، سلامي أترك لكم. وعشان كده يقول شعر من رؤوسكم لا تسقط، وعشان يقول طوبى لكم إذا طردوكم وعايروكم افرحوا، وهكذا. فوعد إلهي بالسلام دي أول حاجة عايزين نبقى واثقين فيها، أن يكون أن في مشاكل، كون أن في ضيق، كون أن في حروب، ده مش معناه أن إلهنا مش رئيس السلام أو أنه هو مش قادر أن هو يوفر لنا السلام. إنما بقى السؤال اللي نجاوب عليه بعد الفاصل، ليس كما يعطي العالم إيه أعطيكم، ليس كما يعطي سلام الله مختلف عن سلام العالم، وهو ده اللي إيه اللي ممكن يفرق أو ممكن هو ده اللي يخبط. لكن خليكوا واثقين إلهنا رئيس السلام قادر أن يعطينا السلام ويحقق لنا السلام. ناخد فاصل ونرجع نكمل الكلام. في دقيقتي مش سامعني ولا شايلني في كلامي، مين قال ان انا لوحدي وانت يا الهي جنبي ومعايا كل ايامي، مين قال ان اللي خلقني في دقيقتي مش سامعني ولا شايلني في كلامي، مين قال ان انا لوحدي وانت يا معايا كل ايامي، مش هقبل غيرك الا حياتي يا ربي بقدم لك صلاتي، ده انت النور اللي بينور كل عمري، ايامي بكلامك هتحييها وسنين الخير بارك فيها، خلي
احساس حبك ووهب لي احلى حياة. مين ويا انا مطمن مين زيك هيكون ممكن ده مفيش غيرك اله. مش هقبل غيرك الا حياتي يا ربي بقدم لك صلاتي. الحنان ومعاك طريق اكمل والاسمك دايما علي صورتك قدامي تملي انا ليك قلبي بسلم. مش هقبل غيرك الا حياتي يا ربي بقدم لك صلاتي. أهلا بيكم، بنكمل كلامنا عن إلهنا المحب رئيس السلام اللي احنا يعني مهما كنا في ضيق ومهما كنا في تعب نرفع عيوننا لفوق كده ونقول له يا رئيس السلام ادينا سلام، ونكون واثقين بإيمان أنه قادر وحده أن يحقق لنا هذا السلام. الحقيقة رب المجد يسوع قالها لنا كده صراحة، قال لنا ليس كما يعطي العالم أعطيكم. وده يعني سؤال مهم قوي لازم نكون فاهمينه، إيه هو سلام الله وإيه سلام العالم؟ لأحسن نكون متلخبطين وفاكرين إن إحنا كل ما نقف نصلي نكون بنقول لربنا ادينا السلام بتاع الناس اللي حوالينا، وأتاري ربنا يقدر يدينا أكتر منه بكتير قوي، ده يقدر يدينا اللي العالم ما يقدرش يديه، عشان احنا اتفقنا في الاول انه هو وحده القادر انه يحقق لينا هذا السلام، وقادر كمان انه يعطيهن زي ما واحد كده بيدي حاجة للتاني في ايده، يعني عارفين كده لما واحد يقول له خد دي بيديهن كده يديهن يملأ عقلنا ويملأ لبنا. فسلام الله مختلف عن سلام العالم. هقول لكم كم مثال بسيط. ممكن واحد مثلا يسافر مع أصحابه عشان يتفسحوا، يسافروا في أحسن مكان في الدنيا، وكلمة أحسن مكان في الدنيا دي متغيرة برضو، يعني في واحد يقول لك أنا أسافر أتفرج على الآثار، أنا أسافر أقعد على البحر، أسافر أكل، أسافر أشرب، أسافر ألعب، يعني مختلفة من واحد للتاني. سافر في أحسن مكان أنت تنبسط فيه، وبعدين وانت هناك تتخانق مع اللي جنبك او حاجة تضيع منك او تعيا وتمرض او تلاقي مزاجك مقلوب وتلاقي قاعد في احسن مكان كن نفسك انك تروحه بس حاجة صغيرة تنكد عليك، وتلاقي اجازتك اللي دفعت فيها كتير دي راحت عليك وما انبسطتش. سلام العالم ما بيدومش. سلام العالم مهما كان له وقته،
لأن هو كل حاجة في الدنيا مرتبطة بالوقت، كل حاجة حوالينا مرتبطة في الأكلة الحلوة الجميلة اللي قدام عينك، لو سبتها شوية هتبرد وطعمها وحش، ولو سبتها أكتر هتبوظ وتفسد. والمكان الجميل اللي انت شايفه هتلاقي فيه عيوب أو هيتغير أو 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 إلى آخره. قاعد على البحر جميل، تلاقي شوية سحاب ونطرة وشوية هوا طيروا في وشك، الرملة السفرية باظت، قاعد في الأوضة مش عارف تخرج منها. فالعالم متغير والوقت هو المتحكم فيه، إنما سلام الله أن يعني كل عطايا الله هي عطايا أبدية، هي عطايا دائمة، هي عطايا لا تتغير بالمتغيرات اللي حوالينا. لما قال محبة أبدية أحببتك لذلك أدمت لك الرحم. وبالتالي عطايا المسيح من جهة السلام طبعا هو مختلف عن سلام العالم. سلام العالم متغير، سلام العالم يوم ويوم، ومهما الواحد حاول يأمن سلامه في هذا العالم مفيش حاجة اسمها كده. الحكمة بتقول هذا الكلام والواقع اللي حوالينا بيقول هذا الكلام. مهما ده احنا لما نقرأ التاريخ نلاقي ان مهما كانت امبراطوريات عظيمة انهارت حتى ولو بعد سنين وبعد مئات السنين. يعني نقرأ في التاريخ ونشوف الجيوش العظيمة والامبراطوريات العظيمة واللي كان تملك العلم أو تملك القوة أو إلى آخره، مضى عليها الزمن وتغيرت مهما بقيت. ويبقى إنسان جاهل اللي فاكر إن في حاجة على الأرض قادرة إنها توفر له الأمان أو توفر له السلام، لأن تاني العالم متغير والعالم يتحكم فيه الوقت. دي حاجات كده إيه، علم فيزياء يعني مش هنعرف ننفيها، ده منطق العالم. أما ربنا عطايا دائمة، عطايا غير متغير، طبعا ممكن تتاخد مننا وطبعا إحنا مقاييسنا ليها بتختلف، لكنها في الأول وفي الآخر خلاص الله هو خلاص الله لكل من يؤمن به. يعني هو مدي الحاجة بس أنت بقى على العهد ولا أنت مش على العهد. فده سلام العالم أمام سلام الله. عشان كده يقول ليس كما يعطي العالم أعطيكم، أنا عطايايا مختلفة. طب إيه اللي المسيح ادهولنا؟ إيه السلام اللي ربنا ادهولنا؟ أول سلام هو سلام مع الله، ده اللي بولس يقوله كده في رسالة روم، إذ كتبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. وبرضو في كرونسوس يقولها كده، الذي صالحنا لنفسه بابنه الوحيد يسوع المسيح. المسيح المرفوع على الصليب، ذبيحته، ذبيحة المسيح اللي احنا نتشارك فيها بالإفخارستية، جسد ودمه، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا أيضا فيه، أو له حياة أبدية. فذبيحة المسيح المرفوع على الصليب أعطتنا سلام مع الله، إذ قد تبررنا بالإيمان. تبررنا ده يعني إيه؟ أخذنا البر، وأخذنا البر تبررنا بدم يسوع المسيح طبعا وبصليبه، مش بأعمالنا، مش بأعمالنا، واخدين بالكم؟ لنا سلام مع الله. وطبعا هذا السلام يدوم بتوبتنا ويدوم بأعمالنا. فإحنا أخذنا الخلاص، هذا عمل إلهي، ونثبت فيه بشركتنا في ذبيحة المسيح وبتوبتنا المستمرة وبجهادنا في حياتنا وتمسكنا بهذا الإيمان. احنا مش بنؤمن بفكرة ايه يعني، انا هأمن بالمسيح وبعدين ده مش هيترجم في حياتي بحياة عملية. لازم يكون ايماني ده ايمان مترجم، مش كده؟ يعني ابراهيم مش امن بربنا وبعدين راح عمل اللي هو عايزه زي لوط مثلا، او اختار نصيب الارض، او عمل زي شمشون. لا لا، كان امين في عهده مع الله، وعشان كده ربنا اداله البركة، عشان كده ربنا يستشهد بإيمانه في العهد القديم. فنحن قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. بنؤمن بإلهنا الصالح رئيس السلام،
ونشترك معه في ذبيحة الإفخارستية في جسده ودمه. بنشترك بشرك، يعني مش بنتكلم، لا ده احنا بنروح وبنصلي والروح القدس يحل على القربان وعلى الكأس، حوله جسد المسيح ودمه، نتناول من جسد المسيح ودمه. يعطى عنا ايه؟ خلاص وغفران للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. طيب ده سلام، ده مع الله يعني هين، دي حاجة هينة. صدقوني ده الواحد يتحمل مشاكل الدنيا لأجل أن يكون في سلام مع الله ليأخذ الحياة الأبدية. ده سلام الله، ده سلام المسيح، رئيس السلام وحده القادر أن يعطينا، ليس بأحد غيره الخلاص. عشان كده حدث الميلاد هو حدث عظيم، حتى الملائكة تقول المجد لله في الأعالي وعلى الأرض الإيه؟ السلام. إيه اللي نزل على الأرض؟ إيه السلام اللي موجود على الأرض؟ رب المجد يسوع، طفل الصغير الموجود كده في مزود حقير، وجنبه الست العذراء مريم أمه ويوسف النجار خطيبها والملائكة والرعاة الغلابة في وسط الليل، يعني حاجة بسيطة بس مليانة سلام لكل العالم لكل العصور. وبالتالي لما احنا كده بنرتل مع الملائكة على الأرض السلام، أصله صالحنا، أصل ربنا صالحنا لنفسه بابنه الوحيد يسوع المسيح، أصله ادانا السلام مع الله. فأنا وانتم بقينا نقف كده ونصلي ونقول له يا أبا، مش كده؟ مش هو علم التلاميذ قال يعني متى صليتم فقولوا يا أبانا الذي في السماوات؟ هي دي كلمة كنا نعرف نقولها قبل كده، لتأتي ملكوتك لتكن مشيئتك إلى آخره. فبقينا نقف قدام ربنا ونصلي وربنا يسمع مننا، لنا سلام مع الله، تعمدنا وروح القدس سكن جوانا وبنشترك في الإفخارستية ونمارس الأسرار الكنسية، لنا إيه؟ سلام مع الله. طب ده حدث وحيد على مستوى العالم كله، خلاص المسيح وبنذكره دائما في الإفخارستية، جسد الدم حقيقي ليسوع المسيح. عشان ناس كتير مش بتبقى عارفة يعني إيه نذكره ونفعله ونمارسه كما كان، يعني كأنه في خميس العهد جسد حقيقي. إزاي؟ تخيلوا كده معايا مثلا حكاية، قصة كده، إن أنا جدي كبير سب لنا كنز ذهب كبير قوي، وقال لنا كل ما تحتاجه، واخدين بالكم، تجيبوا الكنز ده وتفتحوه وتاخدوا منه وتصرفوا، تاخدوا منه وتصرفوا وتشيلوه، وبعدين لما تحتاجوا تتجمعوا وتحكوا حكايتي عشان أحفادي يفتكروني، والكنز ده يكفيكم أجيال وأجيال وأجيال. فبقينا أن كل ما فينا يحتاج فلوس نجيب الكنز اللي جدنا سابهولنا وناخد منه ونصرف ونعيش، ونحتاج فنيجي ناخد ونصرف ونعيش، فنحتاج وناخد ونصرف ونعيش، كنز ما بيخلص. بس مش صورة على الحيطة ولا كلام على الحيطة، إنما إيه؟ ده احنا بنمد إيدينا وكل واحد فينا ياخد من الكنز اللي هو عايزه ويعيش ويصرف، ونقول له كده نفتكرك بالخير يا جدنا يلي سبت لنا كنز عظيم. هذا هو جسد المسيح ودمه الموضوع على المسبح، جسد حقيقي ودم حقيقي، مع اختلاف المثل ومع اختلاف الشبه، ان هذا الجسد يعطي الخلاص، يعطي الحياة الأبدية. عشان كده لما واحد فينا يغلط نقول له تعالى خد من الكنز، أصل لما واحد فينا بيغلط ولا بيخطئ يعني بيكسر العهد، أو يعني بيضعف قدام الخطية، أو بنتنجس. ما هو ما تفتكروش إن إحنا في العهد الجديد بالمسيح لما ادانا التبرير إن إحنا مش يعني بالخطية بنتنجس، يعني عينيا بتتنجس وأفكاري وعدايا، كلنا عارفين الخطايا وبشاعتها، وكلنا عارفين الخطايا إزاي بتفصلنا عن ربنا، آيات شركة للنور مع الظلم. وحتى العهد القديم إزاي ربنا يقول كده تعالوا، يعني وإن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض مثل السلك.
والعهد الجديد نفس الكلام يعطى إلى غفران الخطايا. وبالتالي الجسد الموضوع على المذبح أنا بروح بيتغفل الخطايا فبرجع تاني في سلام مع الله. لما بروح أعترف عند أبونا وأقول له حللني يا أبونا، يقول كده أبونا يحط صليبه على راسي ويصلي لنا التحليل، عبدك وضعفي، واخدين بالكم، اختهرنا وحللنا إلى آخره، فبننال الغفران فنرجع تاني في دائرة السلام مع الله. آدي سلام المسيح اللي مش ممكن العالم يدي. وده على فكرة مش بدينا بس السلام مع الله، دي أول حاجة. تاني حاجة يدي سلام للإنسان مع نفسه، اللي بنسميه السلام الداخلي، الانر بيس نسميه، يعني الهدوء مع النفس، المصالحة مع النفس، مسميات كتيرة قوي. ده برضو المسيح ادهلنا، لأن الحقيقة أنا لما بعمل خطايا ما أنا برضو ببقى في سلام مش ببقى في عدم سلام مع نفسي، بفقد سلامي مع نفسي، أقعد أقول أنا إيه اللي خلاني أعمل كده وأتأنب. وطبعا الخطية يعني بتملى الإنسان وحشة، يعني عارفين كده كأن الواحد يعني لما المزمور يقول تغسلني في أبيض أكثر من السلك، إن الواحد هدومه توسخ، بس مش الهدوم بقى، العينين والفكر والقلب والأعضاء. وحتى بولس يقول كده أخذ أعضاء المسيح أجعلها أعضاء زانية، حاجة صعبة قوي. والإنسان مهما كان متبجح في الخطية، يعني ياما الواحد شاف وسمع وقابل من ناس ظلمت إخواتها وناس أخذت حاجات مش من حقها وكانت بتاخدها بجبروت، ومع الزمن يجي وقت ما يبقاش طايق نفسه، ما يبقاش وقت كده ازاي انا عملت كده، ازاي كانت جوايا هذه الأساوة. هو ده اللي تلص اليمين قاله لما قال اما نحن فبعدل جزينا. انا محتاج سلامك يا رب، اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك. وربنا احترم ارادته واحترم توبته واحترم رغبته في ان هو ينال هذا السلام مع الله والسلام مع نفسه حتى ولو في لحظته الأخيرة. قال اليوم تكون معي إيه في فردوسي. فالمسيح القادر أن يعطينا الغفران لكي نتطهر فنرجع مرة أخرى في سلامنا مع نفسنا. فالإنسان لما بيمارس التوبة والاعتراف ويؤمن بغفران المسيح ويؤمن بتطهير المسيح، وخلي بالكم ساعات بتبقى ده بدموع مرة، دموع التوبة اللي بتغسل الإنسان. كلنا نسمع عن القديس يعقوب التائب اللي يعني من كتر دموع توبته علمت كده في وشه أماكن الدموع من كتر ما كان بيبكي. وإزاي أنبا موسى الأسود قاعد يمارس في التوبة سنين طويلة ويفتكر اللي كان بيعمله ويقدم توبة. التوبة الحقيقية المؤمنة بغفران المسيح بتغسل النفس وترجع للإنسان مرة أخرى سلامه مع نفسه. ودي برضو مفيش حد قادر يديها غير المسيح، هو اللي يدينا هذا السلام. لأني أنا هعمل إيه مع نفسي؟ أو لو جالي واحد عمال يشتكي من نفسه إزاي أطهره من جوه غير بدم المسيح، غير بالإفخارستية، غير بصلاة عميقة مليانة توبة وعبادة حقيقية وتوبة واعتراف وإفخارستية بتتقدم ونشارك فيه، إزاي إلا بسلام المسيح. فسلام المسيح اللي ادانا سلامنا مع الله وادانا كمان سلامنا مع نفسنا. آخر سلام ادهولنا المسيح قبل ما نروح مع فاصل هو سلامنا مع الناس اللي حوالينا. عارفين لما ادانا القدرة على الغفران، لاني برضو احنا غير قادرين الا بقوة الله ان احنا نغفر لأعدائنا ونصلي لهم. دي ما تجيش غير بقوة الهية وبسلام حقيقي يعمل في داخلنا يخلينا نبقى في سلام مع الاخرين بقوة ايماننا وبقوة الغفران بتاعنا اللي جاي من سلامنا مع الله وجاية إيه مع سلامنا مع نفسنا. عشان كده سلام المسيح مختلف، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. فاضل سؤال واحد بس نجاوبه بعد الفاصل، إزاي أكون صانع
سلام زي إلهي رئيس السلام. هناخد فاصل ونرجع نكمل كلام. وعيوني تنام وانا مطمن اصله لا يمكن هيسيبني وحيد. لو فيا جراح بكلام ارتاح، خاطري طيب قلبه الطيب وببقى سعيد. يا سلامي خير ويكفيني حبه ماليني وهبني حياة. يا شمس نهاري كاشف أسراري، ستران إيدي أنا مديون لي بالعمر معاك. يا مالي بنورك حياتي، شكلتي بيدك أوقاتي، لو انت يا رب العمر معاك أجمل ألوان. حليت الأيام المرة بندق ما تسيبني ولا مرة، يا مهون على قلبي الغربة حاسس الحقيقة. أكبر ترجمة وانعكاس في حياتي إن أنا عايش في سلام الله هو إن أنا أكون صانع سلام. ودوت الرسالة الأساسية للإنسان المسيحي الحقيقة، بجانب إن هو يعني بيعمل أعمال خير وأعمال حسنة. كل هذا الكلام بيندرج تحت عنوان كبير قوي، إن أنا ابن لله، صورة لي على الأرض، سفير للمسيح. فإذا كان هو صالحنا للآب وادانا إحنا خدمة المصالحة، يقول كده بولس الرسول، وضاعا فينا كلمة المصالحة إذ نسعى عنه كسفراء. فإذا كنا إحنا سفراء لرئيس السلام، يبقى إحنا لازم نكون كلنا إيه؟ صناع سلام. وزي ما قلنا في وسط الكلام كده، في واحد شخص بتاع مشاكل يقول لك يا عم الراجل ده بتاع مشاكل، كل ما نحاول نيجي ناحيته يعمل مشكلة، كل ما نحاول نصالحه يكبر المشكلة. في واحد تاني يقول لك ده إنسان إيه في حاله، ده إنسان صانع السلام.
رسالتنا كلنا في هذا العالم أن نكون صناع سلام، الأب والأم والأبناء في بيتك وفي شغلك وفي كنيستك. إزاي الناس أصحاب المشاكل واللي بيختلقوا المشاكل صعبين وأنا وإنت ما نحبش نتعامل معاهم، وإزاي أنت تحب تروح تتكلم مع واحد صانع سلام؟ إزاي أنا أكون صانع سلام يا ربي؟ وإزاي يا رب أنا أعكس صورة السلام اللي مليان جوه قلبي؟ أول حاجة عشان تكون صانع سلام لازم تكون في علاقة قوية جدا مع ربنا. الإنسان اللي في علاقة مع ربنا بيصلي وبيصوم وفي قداساته وفي قانونه الروحي ويكون عملاق، يكون عملاق لأنه هو واخد قوة من ربنا، واخد سلام من ربنا، عامل زي جبل كبير، فلما تيجي عليه إيه؟ طوبة ولا تعمل فيه حاجة، عملاق. حتى كتير كده الأنبا مين من المتنيح كان يكلم ويوعز ويقول إن الإنسان العملاق يكبر الناس اللي حواليه، والإنسان القزم عايز يصغر كل الناس اللي حواليه، وبالتالي يقعد يعمل في مشاكل. وإزاي إن الإنسان اللي بيعمل مشاكل بيجرح في الناس ويتعبهم ويبقوا يشتكي، يقعد يشتكي فيهم ويقعد يحفر لهم في الحفر ويقعد يرمي كلام عليهم ويقعد يقول كلام مش مظبوط ويقعد مع نفسه يختلق المشاكل ويختلق الأفكار، كل الحاجات دي الحقيقة تخليه هو في عدم سلام، وكمان في عدم سلام مع الناس اللي حواليه، وطبعا لن يكون في سلام مع الله. إذا كنت أنا بصنع مشاكل مع الإنسان اللي قدامي وجوايا والناس اللي حواليا، إزاي أنا في الآخر هترى أمام الله وأخذ السلام منه وأنا إنسان صاحب مشاكل؟ فأول حل لازم تكون مرتبط قوي بإلهك فيديك هذه القوة اللي تخلي المشاكل الصغيرة دي ما تأثرش فيك. جالنا سؤال بيقول كده، هل يتحكم الشيطان في تصرفات الشخص ولا الشخص بيسمح للشيطان انه يتحكم فيه، ولا الشخص هو بيفعل الشر من تلقاء نفسه؟ الحقيقة أنا وإنتم بنختار الشر، كأن الشيطان ده عامل قدامنا إيه؟ معرض كده جاي يعرض علينا السلعة بتاعته، زي ما راح لحواء في الأول. يعني إحنا ليه هناخد أمثلة بعيدة؟ ما قال لها وعرض عليه قال لها كلي من الشجر واليوم تاكلي من الشجرة، حواء إيه؟ مدت إيدها وأكلت. فالشيطان كأنه بيعرض علينا بياع خطايا وبياع شهوات وبياع سلع. وساعات احنا بقى لما نبيع نفسنا للشيطان تبقى افكارنا كلها شيطانية، انما برضو هذا بارادتنا. وبرضو احيان اخرى كتير انا بصنع الشر بنفسي بدماغي، انا عايز اخد الحاجة دي ليا، انا اللي اناني، انا اللي طماع، مش عايز اكون بعلق كل حاجة على شماعة الشيطان، وان كان هو اصل كل شر في هذا العالم. وبالتالي نحن من نفعل. عشان كده لما نقف أمام الله مش الشيطان اللي هيتحاسب، إحنا اللي هنتحاسب، لأن إحنا فعلنا هذا إيه؟ بإرادتنا، فعلنا هذا بإرادتنا. كمان صانع السلام عنده قدرة على الغفران. افتكروا لما قلنا أني أنا في سلام مع نفسي، في سلام مع اللي حوالي. صانع سلام دايما يصنع سلاما، يختار الحل المليان سلام حتى ولو ده فيه تنازل عن بعض حقوقه، حتى لو كان فيه انه يختفي من الاضواء. يعني في ناس عايزه تبان في الاضواء، خلاص يا عم خليهم في الاضواء، احنا لينا ربنا راضي علينا، لينا ربنا راضي على اللي بنعمله، على بيتنا وعلى شغلي وعلى خدمتي، مني ربنا هو يكافئني هو يتعامل معي. في ناس تانية عايزة تسرق الجايزة، خلاص يسرقوا الجايزة، الجايزة الأرضية مش الجايزة السماوية. اللي عايز يكسب الجايزة السماوية يختار دايما السلام، فيشتغل في هدوء، يحافظ على بيته في هدوء، يخدم في هدوء إلى آخره. وفي ناس تانية عايزة تكسب من البشر مديح، عايزة تكسب سقفتين تلاتة، عايزة تكسب لها قرشين تلاتة، عايزة خلاص تاخد اللي هي عايزة، هو يختار السلام. ده دايما بيشتري سلام ويشتري سلام الناس اللي حواليه.
واحد تاني الحقيقة عشان يصنع سلام بيسامح. حتى بعد ما اشترى سلامه، حد بعد ما اخد جم جم برضو عمالين يشتكوا فيه او عمالين يسمعوا كلام او الى اخره. الحقيقة ربنا يديله طاقة ونقاوة، نقاوة الداخلية، احسن سلام. ودي طبعا محتاجة جهاد ومحتاجة صراع مع النفس. اذا كان ربنا بيديها لنا محتاجة ان انا اميت ذاتي عشان اعرف اسامح واعرف اغفر واعرف اقدم الحب بالرغم من اللي قدامي بيقدم لي قساوة او بيديني يعني الحقيقة لقاء او امام محبتي بعض الصعوبات او بعض يعني الاسفين زي ما بنسميها او الشكاوى او الى اخره. لكن ربنا بيدي سلام ان احنا نميت ذواتنا ونصنع ايه سلام. جالنا سؤال في مشكلة، بتقول واحدة عندها مشكلة مع البواب او البوابة، اخدت فلوس يظهر ما كانتش من حقها وانا زعلانة ومش بكلمها، هل ده صحيح؟ طبعا يعني السلام مش معناها ان احنا نكون يعني سوزك ونتسرق. ادي بزيادة بإرادتك، ولو حد اخد منك حاجة سيبها له، بس ممكن تعاتب وممكن نحط حدود، لان هو برضو الانجيل يقول ايه؟ بقدر طاقتكم سالموا جميع الناس. خلي بالنا قوي من الآية دي، لانها ادت مساحة عشان ما تبقاش انت يعني ايه مقابل انك تصنع سلام وبتشتري سلام تبقى يعني الناس عمالة تلف حواليك ويعني وتتريق عليك ولا تتنمر عليك ولا تسرقك عمال على بطال. احنا بندي بسلام وبندي بزيادة وبندي بسلام، لكن برضو من حقنا نحط حدود، بس يبقى في خصام جوه قلوبنا. لا يعني حط حدود في التعامل وماله، بقدر طاقتكم سالموا جميع الناس، فبنحط حدود للتعامل. انما ده مش معناه ان انا اتجرع اللي قدامي او اشتم او في نفس الوقت ابقى سلبي، ابقى خايف او ابقى مخاصم او ابقى مليان خصام، خصوصا بين الاخوات، لان الفجوات بتوسع، ولما الفجوات بتوسع الحقيقة الاقي نفسي فقدت سلامي او مش عارف استعيد السلام مرة اخرى. فمن حقنا ان احنا نحط حدود حسب طاقتنا، بس المهم من قلبك يكون في نقاوة. فصاحبة السؤال، انا عايزك يكون قلبك صافي، عايزة تحطي حدود للتعامل مفيش مشاكل، عايزة تمنعي التعامل وماله، بس انت من جوه تكوني ايه؟ نقية القلب. وفي بعض الاحيان الناس بتبقى غلبانة، عشان كده هو بتبقى احيانا يعني تبص للناس المرتاحة ويبقى صعبان عليها نفسها. فإحنا لازم نكون إيه؟ متعاطفين على المحتاجين وعلى المساكين، ولكن برضو إيه؟ بندي بسلام ومش بنخاصم، ولو عاتبنا بنعاتب بمحبة عشان يكون في داخلنا إيه؟ سلام ونقاوة مع نفسنا. كمان عايز أتكلم معاكم في آخر دقايق لينا عن كلمة أنا آسف. كلمة إيه؟ أنا آسف، الاعتذار. عشان تكون صانع سلام لازم تتعلم الاعتذار. الكلمة الجميلة اللي بنتعلمها في الكنيسة أخطيت، أخطيت حللني أو أخطيت سامحني، لأن الكلمة ديت قادرة إنها تكون تصنع منك فعلا صانع سلام. لأن اللي بيظن فينا يا أحبائي إن إحنا بلا ذنب أو بلا خطية، أو أنا كون إن أنا واخد منهج إن أنا صانع سلام ده معناه إن أنا مش بغلط، ده إنسان واهم. مين فينا ده اللي ما بيغلطش؟ مين فينا دوت اللي ما بيعملش مشاكل حتى ولو مشكلة كل فين وفين؟ مين فينا ده اللي أحيانا ما ينفعلش أو يغضب؟ أو مين فينا اللي يتكلم بأسلوب ممكن يجرح اللي قدامه بأي شكل؟ وبالتالي
صانع السلام يعرف يعتذر، صانع السلام يعرف يعتذر. احنا كلنا عارفين قصة القديسة مارينا الرهبة ازاي تحملت ذنب هي ما عملتوش، وكتير من القديسين كانوا يعتذروا وهم مش غلطانين بس بقردوش يقولوا. فصانع السلام بالأولى اللي غلط أو اللي أخطأ أو اللي جرح حد، احنا من غير ما ندرى بنجرح اللي قدامنا وإخواتنا وشركائنا في البيت ولادنا. حتى الإنجيل يقول يا أباء لا تغيظوا أولادكم، ساعات كلام الأم أو الأب يبقى قاسي ويجرح الولاد ويسبب جرح يفضل معهم طول العمر. كلمة أنا آسف، كلمة أنا آسف من الصغير للكبير ومن الكبير للصغير، بتمسح الجروح وبتمسح الذكريات الأليمة. لكن صمتي على جرح أنا جرحته، أو صمتي على مشكلة أنا عملتها، أو صمتي على تعدي أنا تعديته، كنت كبير أو كنت صغير، ده يمكن الكبير لما يروح يعتذر للصغير عشان خاطر إن هو أخطأ في حقه بأي شكل من الأشكال، يعلم الصغير درس يفضل معاه طول العمر. فإذا كنا بنقول إن صانع السلام يسامح ويغفر، وصانع السلام يعني يتوسط، إنما كمان صانع السلام بيعتذر. معنا تليفون. وبالتالي أحبائي صانع السلام عايز يكون قوي أمام الله، لازم يكون شبعان من ربنا عشان يعرف يسامح، وأخيرا لازم يكون إيه بيعتذر، يعرف يقول أنا آسف، وبتحل مشاكل كتير قوي الكلمة دي. أحبائي إلهنا رئيس السلام القادر وحده أن يحقق لنا السلام، وقادر أن هو يعطيه لنا، ولازم نكون إحنا متعلقين بإلهنا اللي ادانا السلام على الصليب، سلام مع نفسنا، سلام مع اللي حوالينا، وسلام مع الله. وبالأكثر نكون صانعي سلام جوه مجتمعاتنا كبيرة والصغيرة، بيوتنا وأعمالنا وكنيستنا. ربنا يحمينا، ونحتفل كلنا بميلاد رئيس السلام الكائن في وسطنا دائما عمانوئيل. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد. آمين.